هل لبس الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة أو ما يسمى بالغير ساتر أمام النساء هل هو حرام؟ الذي أرى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد عن التبرج، وحسب التطور أن النساء إذا فتح لهن شيء من المباح تدرجنا بذلك إلى المحرم. فلو رخصنا لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضد وربما إلى لباس يبدو منه الكتف، وحصل بذلك التبرج المذموم. فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تستر ما من كفيها في اليدين إلى كعبيها في الرجلين. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لباس نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء الصحابة رضي الله عنهم، وكفى بهن أسوة وقدوة.